أن موسكو تعتقد أن الأزمة في أوكرانيا ستكون طويلة. بدك القهوة بلا سكر ولا كالعادة قطر؟ تتمكن من إعادة ثقة بلاده. ولفت إشبك يا أبو، وطي صوت هالتلفزيون شوي. أشو اليوم الحلقة الأخيرة من الأخبار لحتى صوته واصل لآخر الحارة؟ لك هلأ أشو بدك؟ كنت عم أسألك كيف بدك القهوة، قطر كالعادة ولا سادة؟ يعني عطيت فزلك هلأ، عملها حلوة كالعادة، بعدين ليش قعدت؟ قوم ضل عند القهوة، بس نالي طفي الغاز فورا. بتأمر أبو كرمو. العمى، ليش طفي الغاز؟ أيوة يا حبيبي، خلصت الجرة. يا أبو، يا أبو، لك شو بدك بتضل بتصيح؟ خلصت الجرة. الله يبشرك بالخير عندها الصبح. بعد هيك لشوف بعد؟ لا عمى على هالقهر عندها الصبح. خلص كمل القهوة على البابور ونزيل بعد لما نبدل الجرة. أشو نسيت إنه البابور عطلان من وقت اللي استعاره خالي حمدو؟ يا فرحتي بإخوالك وأمك، أشع بيجيني منن. هس يا أبو، هلا بتسمعها كمي؟ لك يا فرحتي بإخوالك وأمك، أشو جاييني منن. إيه يا أبو، أش بدنا نسوي هلا؟ خدها بدلها، بتنقيها مليانة منيحة وبتزينها قبل ما تجيبها. حاضر. وبتجيبها جديدة. حاضر. وشيلها شيل مو دحرجي على الطريق بعدين بتهرب غاز. حاضر. وينك وكمان خلص يا أبو، إيش وأنا رايح أجيب عروس؟ كله جرد غاز. لك وينو هالولد لهلا؟ ببعته على المحل بضل ساعتين. الحمد لله على السلامة، وينك لهلا؟ بعدين ليش هيك عرقكم خسلك؟ حميل 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 عني، تكسرت وانا افتل فيها. هات هات عنك هات. ليش هيك خفيفة؟ اخ كتفي، لانه فاضي. لك ليش ما بدلتها؟ ما في غاز يا ابو، مقطوع. لك انت اذا بتروح على البحر بتنشفه. شلون بدك تطبخ امك هلا؟ شلون؟ محلولي يا ابو محلولي. ايدي بزن نارك. كيف محلولي يا كرمو؟ هات لشوف. منجيب جاهز من برا. ينزل لك عوجك، اكل جاهز. الجرى ما معنا حقه. طالع لامك الله يحميك، شغل اكابر. قال جاهز قال. واشو رح ناكل اليوم لكان؟ خلاص كل واحد يدهلوا رغيف خبز وزيت وزعتر، ولا بكره بفرجاء الله. اشو رح نتغدى زيت وزعتر؟ حاجتنا حاج يا حجي فطوم. نتغدى زيت وزعتر؟ يعني بتخرب الدنيا اذا جبت لنا معك جيجه مشويه يا ابو كرمو. لك انا رضيان بصوص مشوي مو جيجه. برويت لك برويت، الله لا يحرمك هالعادي. ابو كرمو والله مو بيدي، ما عم بحسن بطلها. ولك اذا بسمعك عم بتقول ابو كرمو بدي اسلخك قتلي حشك ولبك. اشون رفيقك؟ ايش بك يا ابو، ايش بك معصيب؟ عم بمزح معك. ايه هذا مو وقت مزحك، خذ الجره وانزل على الصناعه بالبسكليت، بلكي بتبدله هونيك. اي ابو ما في غير كرمو بالبيت. كرمو روح اعمل قهوه، كرمو بدل الجره، كرمو روح على خالك جيب لنا طبخه سكر. ايش مره بعد الدور؟ ايه ايه تبكبك لك مثل الاولاد. روح يلا حط على البسكليت والله معك على السريع. ما في غير كرمو بهالبيت، روح وتعا. اي والله حاسس حالي مروحه وانا افتل. ايش هالعيله هي؟ السلام عليكم يا ابو. وعليكم السلام. خبر مش الحال؟ والله يا ابو في خبرين، خبر حلو والتاني مو حلو. بأشو بتحب بليش؟ الله يسترني من اخبارك. اشو الخبر الحلو؟ هات لشوف. الغاز توفر وعبى المحلات. اخ تمام، اشو لك الخبر التاني المو حلو؟ ارتفع سعر الجرة دبل. يا حبيبي، وانا اشو استفدت من خبرك الحلو؟ اشو الحل يا ابو، بدنا نضل بلا غاز يعني؟ لك انا بقلك بدي اعمل دفيه وخلي امك تطبخ عليا. اشو دفيه ما دفيه يا ابو؟ ايش بلد فيه؟ من خلقنا ونحن نشتغل على دفيه. قوم ساعدني لك قوم. وين بدنا نعملها؟ بالمطبخ تحت الشباك. ايه بس بتزبط دفيه يا ابو جوا البيت؟ ايه طبعا بتزبط، وإلها كمان فوائد كتير. فوائد؟ مثل أشو؟ أولاً عد على صبيعك. تفضل. تقتل الحشرات. أيوة. ثانياً بتعقم جو البيت من الجراثيم. أيوة. ثالثاً طعمة الأكل بتطلع أطيب وصحي أكثر. يا عيني عليك يا أبو كرمو، يا عيني عليك يا أبو كرمو، يا ريت عقلي مثل عقلك. لك بدك 100 سنة لتصير مثلي. أشو أنا بيوم وليلي صرت هيك؟ هات هالبلوكات لألك هات. سوق. وهيك صارت الدفي جاهزة. آه يا معلم يا أبو كرمو، لك معلم؟ أشي لك مفكر؟ بس الواحد يشغل مخه بأبدع. تعلم من أبوك يا ابني، تعلم شغل مخك. والله يا أبو كرمو أنت مبدع. دي دي خلينا نشغله. دي روح جيبنا شي شغلة مشان أمك تحط انجلت المجدر عليها. يلا أش بدي جيب لك يا أبو؟ ما في شي عندنا نشغله أصلا.
روح لملك شوية إش من برا روح، وإذا بتلاقي صلامعتي أجيبة مشان تلقط النار بسرعة. يا أبو خلي أدوي روح، يعني كل شي عليه. لك روح أبلك. خلاص خلاص رايح يا أبو، لا تعصيب. تفضل هدول يلي لقيتون. هات لشوف لك جايب الإش مي، وين عيونك؟ إيش وعنا هالمنشرة يا أبو؟ هاد اللي لقيته. هات من إيدك هات. لا شوف أبوك يا كرمو بس يفتح مخه أش بيطلع معه. هاي القداحة خلاص غازة كمان. زتة بتفي يا أبو، زتة بتساعد بالتشغيل بتلقط بسرعة هاي. إيه ما بتكفي، روح كسر هالكرسي العتيق وجيبه لهون روح. إيه يا أبو، إيه ما عنا غير هالكرسيين بالبيت. إيه معليش بكره منشتري غيرهم، هلأ بتشوف بعينك اختراعات أبوك وخليهم يغلوا الغاز على كيفهم. انفجرت الأداحة يا لطيف. عبط الأرض وسك عمري المشهد بتطالع دخني لك افطسنا. أنا ما بقى أشوف عيوني، عيوني دمعوا. العمل اللي ضربه هلكتني ما عم تشتغل. كسر هالكرسي لا كسر، بلكي النايل بيساعد بالتشغيل. مسيك. لك العمى عم تزود الدخن بدل ما تشتغل. الله يلكع هالتشغيل وهذا فيه. لك مين عم يرش علينا مي؟ لك قوم طلع من الشباك. لك لك تعال جوز يا ابو تعال، هاي الاطفال عم ترش علينا مي. بالظاهر الجيران مخبرين انه طاير عندنا حريقه وتحاضرنا. العمى العمى كيف صار البيت؟ بتقول بحر يا لطيف على هالفوضى. يا ابو طلع لي نعملت فيه على سطوح. اطلع. لا تطلع لحالك. الله يرحمك يا امي، شلون كنت تشغلت فيه بدون ما تيسيرت الاطفاء.